السلام عليكم مشاهدينا، نعود الى ضيفنا هنا في الاستوديو السيد ايمن السطر لاستكمال الحديث عن تطورات الاسواق العالميه. ايمن مرحبا بك من جديد. اهلا ايمن، بالنسبه لي تحركات الاسواق اليوم هناك عده احداث، عده بيانات منتظره. اذا ما بدانا بالبيانات التي صدرت في اليابان اليوم بشان تثبيت اسعار الفائده دون ما تغيير، وكذلك ارقام الائتمان او القروض الائتمانيه او برنامج القروض الائتمانيه وتثبيته دون ما التغيير، ربما هذا كان مفاجئا للاسواق وخيب امالها بشكل كبير، فكيف وجدت تاثيره على الدولار تحديدا؟ طبعا احنا كنا بدأنا نشوف تصاعد شوي بالدولار مقابل الين بأمس، كان بناء على الداون جريد اللي صار من فيتش لليابان، وكان بناء انه تصريحات البنك المركزي الياباني بالفترة الأخيرة تقول انه هو امام خطط تسيير كمي إضافية لدعم الين. فإجا الخبر شوي كان يمكن خلينا نقول مفاجئ للأسواق، ولكن إنه ثبت تقريبا هي عن 60 تريليون ين اللي هي خطة تيسير الكمية تبعته. لكن إذا نرجع شوي للماضي بنشوف إنه بنك اليابان المركزي تدخل أكثر من مرة بطريقة غير رسمية لدعم الين، يعني إنه يخلي سعر الدولار مقابل الين أعلى من غير ما يعلن. قد نرى أي تدخل من البنك المركزي الياباني مفاجئ في حالة أنه رأينا أنه هاي المستويات مستمرة في الدولار مقابل الين أو أقل من مستويات 79. أنا أتوقع هاي في أي لحظة أنها تكون من البنك المركزي الياباني. عفوا. لأن حدثت أكثر من مرة في الماضي. يعني خلينا نقول هاي هي الصورة، أنه الآن تلجأ يعني خلينا نقول للين نوع من أنواع الملاذ الآمن، بالإضافة إلى التريجوري اللي هي أهم شيء اللي هي في السندات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ألمانيا. ألمانيا اليوم في خبر كمان برضو لازم ناخده في عين الاعتبار، أنه ألمانيا اليوم حتبيع سندات بأوكشن 5 مليار، لكن هي مدة السندات 2 سنين بزيرو كوبون. يعني تصور أنه ألمانيا تعرض هلأ أنه أنا حاطيكم سندات 5 مليار، هرجع لكم نفس القيمة اللي أخذتها منكم اليوم بعد 2 سنين من غير أي انترست، دون فائدة. أنا أظن من غير أي فائدة. لكن ما الذي سيجذب في هذه السندات إن لم تكن هناك فائدة؟ سيف هيفن، أنه أنت يعني وصلت لمرحلة أنه أنا مش عم بقدر أحط الأموال تبعتي في بنوك، ما عندي أي نوع من أنواع خلينا نقول الاستقرار أو الثقة أني أحطها في المعادن النفيسة. أفضل شيء أني أعطيها لواحد يستطيع أن يرجعها كما هي بعد 2 سنين. ليه أشتري خزانة أو أخسر الانفليشن كمان بالضبط يعني. طيب هذا بالفعل يبدو أن تسارع الأوضاع. يعني إذا اليوم الأوكشن سكر 5 مليار، أنت بتقدر تعرف أنه قديش واصل السنتيمنت في المنطقة اليورو. لكن كانت هناك ضغوط على إسبانيا كذلك، لأنها اضطرت يوم أمس في الأوكشن أو المزاد على السندات التي أطلقتها يوم أمس لأن تبيعها بعوائد أعلى حتى تجتذب سيولة أيضا، بعكس ألمانيا. إسبانيا تعاني أزمة ثقة كبيرة بالنسبة لإسبانيا، وبالتالي هذا يعطينا التصور كذلك عن حجم المعاناة التي يواجهها القطاع المالي الإسباني تحديدا، خاصة البنوك، في ظل الحديث عن إعادة هيكلة ديون البنوك التي تم تأميمها في الفترة الأخيرة. خلينا نتفق انه اللاعب الرئيسي في السندات الحكوميه في منطقه اليورو هم البنوك، واحنا هاي اول نقطه. مشان هيك احنا راينا نوع من انواع الاستقرار والهبوط في العائد في السندات الايطاليه والسندات الاسبانيه مباشره بعد ال تي ار او 1 والال تي ار او 2. اوكي، هاي اول نقطه. النقطه الثانيه انه هلا كمان برضو احنا متفقين نوعا ما انه البنوك في عندها نقص هائل في السيوله. اوكي، فصار بطلت تقدر تقوم بدورها كلاعب رئيسي في شراء السندات الحكومية. هل هذا سوف يضغط على البنك المركزي الأوروبي لإعادة تفعيل البوند بيرتشيس بروجرام مرة أخرى، أو سوف يضغط عليه لعمل LTRO3؟ هذا اللي احنا ننتظر أن نسمعه من البنك المركزي الأوروبي، لأنه احنا فعلا وصلنا في أرقام عائد 10 سنين في السندات الإسبانية والسندات الإيطالية هو نفس الرقم اللي
خلى البنك المركزي الأوروبي يتدخل في السابق. نعم، في شهر نوفمبر الماضي كانت وصلت إلى أكثر من 6%، وبالفعل هي عند هذه المستويات. بالضبط، فإحنا نترقب أنه نشوف هل هي حتكون فيها نوع من تفعيل بوينت بيرشيس بروجرام. على فكرة لو بترجع أنت بتشوف أنه شراء سندات الخزينة من قبل البنك المركزي الأوروبي توقف تماما بعد الـ LTRO1، لأنه هو صار عم يعطي هاي الأموال لصانع السوق اللي هم البنوك. فهل إحنا نسعى إلى LTRO3 أو بوند بيرتشيس بروجرام؟ هذا اللي إحنا بنستمعه من البنك المركزي الأوروبي. أين سيتحرك اليورو؟ كيف سيكون تأثير على اليورو تحديدا؟ لأن LTRO3 يعني معروض أكبر من النقد من اليورو في الأسواق، وبالتالي ربما تأثير سلبي، أم أن التأثير أو أن الأسواق ستأخذه من جهة أخرى من أنه سيدعم القطاع المالي؟ أنا أرى أنها سوف تأخذه من الناحية الثانية زي ما تفضلت، اللي هي الناحية الإيجابية، لأنه حتى الآن إحنا لم نستطع أن نحكم أنه أرقام الإنفليشن أو السي بي آي تأثر كبير جدا بالLTRO1 أو الLTRO2، فهذا هو أكثر شيء يضغط على العملة. أصلاً الأموال لم تظهر بعد، يبدو أن شيئا ابتلعها أو أنا تبخرت أو سميها ما شئت. طبعا أنه أنت عارف أنه كانت البنوك محتاجة لأموال ضخمة جدا في منطقة الاتحاد الأوروبي. ربما هنا بالفعل أنت ما أشرت إليه نقطة غاية في الأهمية، وهي إعادة استثمار هذه الأموال في شراء سندات، وبالتالي هذه الأموال لم توجه إلى الاقتصاد الحقيقي فعليا، لم يعد. كانت التوقعات زي ما تفضلت، كانت التوقعات أنه على الأقل 20-30% من هاي الأموال أنها تتوجه للاقتصاد على مستوى المشاريع الصغيرة، ولكن للأسف حتى الآن ما في أي تقارير تقول أنه هاي البنوك إعادة استثمار هاي الأموال في أي قروض استثمارية لشركات لمعالجة النمو، خلينا نقول. نعم. طيب أيمن، بقي لدي سؤال أخير باختصار لو سمحت، فيما يتعلق بالجنيه، ننتظر اليوم هو على تراجعات عند أدنى مستوياته في شهرين تقريبا مقابل الدولار، وننتظر اليوم محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني. ما الذي تتوقعه؟ هل توسيع مجال شراء الأصول أم الإبقاء على القيمة مثل ما هي؟ يعني أكثر شيء نحن ننتبه للأصوات اللي حتكون هي مع نوع من أنواع التوسيع لخطة التيسير الكمي. في توقعات أنه عم نحكي على رقم 25 مليار إضافية، وبالذات بعد تصريحات صندوق النقد بالأمس، وهي حتكون فيها نوع من أنواع الدعم أنا شايفها في الجنيه الاسترليني، لأنه شوي عم تكون الأمور بالعكس. لأنه أي نوع من أنواع أنه الحكومة أو البنك المركزي يعطي نوع من أنواع الدعم والاستقرار، عم يدعم العملة وعم يدعم الاقتصاد أكثر ما هو عم يعمل نوع من أنواع الديفاريويشن للعملة أو يضعف القدرة الشرائية للعملة. سيد أيمن السطري، سعدنا جدا بوجودك معنا وأثر حلقتنا لهذا اليوم. شكرا. يومك سعيد.